التوقيع الآن بين السيد عبد المنعم مدني مدير عام مؤسسة التعاون الوطني بالمملكة المغربية الشقيقة والشيخة الشيخة آل زاني مؤسسة ستوك لرعاية الأطفال الأيتام في العالم. الآن تبادل الاتفاقية بعد التوقيع، اتفاقية موافقة ستوك على منح استضافة كأس العالم للأيتام التي تحتفظ ستوك بحق تنظيمها للمملكة المغربية ممثلة في مؤسسة التعاون الوطني المغربية. النسخة الثانية ستكون بإذن الله في الأسبوع الثاني من يوليو 2017. الآن أيها السيدات والسادة، أتشرف بتقديم السيد عبد المنعم مدني مدير عام مؤسسة التعاون الوطني بالمملكة المغربية لإلقاء كلمة قصيرة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا.